وينبغي أن يستحضر النية، أي نية الإخلاص في جميع العبادات، فينوي مثلا الوضوء وأنه توضأ لله وأنه توضأ امتثالا لأمر الله. فهذه ثلاثة أشياء: نية العبادة، ونية أن تكون لله، ونية أنه قام بها امتثالا لأمر الله. لا، هذا أكمل شيء في النية. كذلك في الصلاة، تنوي الصلاة وأنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو ما أشبه ذلك، وتنوي أنك إنما تصلي لله عز وجل لا لغيره، لا تصلي رياء ولا سمعة، لا لتمدح على صلاتك ولا لتنال شيئا من المال أو الدنيا. ثالثا، تستحضر أنك تصلي امتثالا لأمر ربك، حيث قال أقم الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأوامر.